بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بوابة المنطقة الخضراء، هذا الحدث الذي تحدث به الجميع، وبالمقابل اتجهت أنظار المراقبين لعاصمة ثورة تشرين الناصرية، وكيف سيكون الحال لتكون الأوضاع في المحافظة هدوء تام وترقب وانسيابية الحركة وانتشار أمني مكثف في الشوارع والتقاطعات خوفا من أي خرق قد يحصل. المحافظة التي كانت هي إيقونة التظاهرات في العراق، محافظة ذقار، نجدها الآن مستتبة أمنيا، لا توجد فيها لا تداعيات على نتائج الانتخابات ولا على أمور أخرى. حتى متظاهري المحافظة الآن بدأوا على قدر عالي من المسؤولية، بحيث أنهم عندما يتأجج الوضع في محافظات أخرى يجنحون إلى السلم في محافظة ذقار لإعطاء رسالة وصورة واضحة أن محافظة ذقار لا تنتفض إلا على الأمور التي تخص المواطن في ذقار ولا تخص السياسيين. وتحدث أهالي المحافظة عن الهدوء والانتشار الأمني، وأكدوا أن الناصرية عانت ما عانت وآن الأوان أن تنعم بالهدوء، وتم تأجيل تظاهرات إحياء أيام تشرين حتى لا يكون هناك استغلال لهذه الذكرى من جهات أخرى. الحمد لله، يعني اليوم نشوف الأوضاع بالمحافظة، الوضع مستتب أمنياً، ونشوف انتشار قوات الأمنية، وماكو أي شيء أو أي حدث بالناصرية اليوم، وأكو تظاهرة للشباب تشرين اليوم لكن تأجلت إلى شعار آخر بسبب الظروف اللي جاي يعيش بها البلد، من أجل أن لا تخلط الأوراق وتحسب التظاهرات وما يحدث الآن على شباب تشرين، تم تأجيل هاي التظاهرة إلى شعار آخر. الآن أوضاع المحافظة مستقرة جداً. بعد أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة، هدوء وترقب وحذر هنا في الناصرية، ومخاوف من هدوء قد يسبق العاصفة. لقناة ون نيوز، سارة شنون، الناصرية.